الجينات لغرض تحسين نوعية الإنتاج والحصول على سلالات جديدة ذات صفات جيدة ومرغوبة. أعزائي الطلاب، تعد تربية النحل من الثروات الحيوانية الهائلة في بلادنا، لذا يجب علينا تطوير هذه الثروة، وذلك بالاعتماد نحو الخلايا الحديثة لتربية النحل لدى النحالين، والابتعاد عن الطريقة التقليدية لتربية النحل. ولمعرفة الفرق أعزائي الطلاب بين الطريقة التقليدية لتربية النحل والطريقة الحديثة لتربية النحل، تابعوا معنا الفقرة التالية. العسل شراب مختلف الألوان، هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى وخص بهذا الوصف العسل الذي يخرج من بطون النحل التي تعتمد في غذائها على الأشجار بمختلف أنواعها. وتشتهر محافظة حضرموت بجودة منتجها من العسل الذي إضافة إلى مزاياه الغذائية والدوائية يمثل أحد مصادر الدخل الوطني بفعل حجم الطلب عليه في الداخل والخارج. وتختلف أنواع العسل باختلاف المراعي التي يتغذى منها النحل، وأشهر الأنواع ما يطلق عليه البغية، وهو عسل تتغذى فيه النحل لمدة 40 يوما من أزهار أشجار السدر التي تكثر في وادي دوعن الذي تنتسب إليه جميع أصناف العسل. ويأتي العسل الذي تعتمد فيه النحل بغذائها على أشجار السمر في المرتبة الثانية من حيث القيمة الغذائية والدوائية، وكذلك في القيمة المادية. وتأتي بعد ذلك أصناف أخرى من العسل مثل الصيفي والمراعي التي تعد أخف الأنواع وأرخصها. وللنحالين طرقهم الخاصة في تربية النحل ووسائل الإنتاج، منهم من يعتمد على الخلايا في التربية والإنتاج، وهي وسيلة حديثة مقارنة بالوسائل القديمة في التربية والإنتاج التي يطلق عليها الجبن. ويستخرج العسل من الأقراص بواسطة الفراز الحديث الذي أما أن يدار آلياً أو يدوياً، حيث يتم فيه تجميع العسل ومن ثم توزيعه على الأواني الخاصة التي تضمن سلامة الحفظ والجودة، الذي جعل من عسل وادي دوعن ذي شهرة عالمية كبيرة. مقارنة بين الطريقة التقليدية والحديثة لتربية النحل. وجه المقارنة: الخلية التقليدية، الخلية الحديثة. تقديم الرعاية للنحل: في الخلايا التقليدية صعوبة تقديم الرعاية للنحل، أما الخلايا الحديثة فتتميز بسهولة تقديم الرعاية للنحل. من حيث إخراج أقراص العسل من الخلية: الخلايا التقليدية تتميز بصعوبة إخراج العسل من الخلية، أما الخلايا الحديثة فتتميز بسهولة إخراج أقراص العسل من الخلية. من حيث كمية الإنتاج: تكون كمية الإنتاج في الخلايا التقليدية منخفضة، أما كمية الإنتاج في الخلايا الحديثة فتكون عالية. من حيث تعرض النحل للضرر: الخلايا التقليدية تتعرض النحل للضرر وقد تموت عند جني العسل، أما في الخلايا الحديثة
عدم تعرضها للضرر عند جني العسل. أعزائي الطلاب، تحدثنا على الثروة الحيوانية، وكذلك تحدثنا على أشكال الثروة الحيوانية، وعلمنا بأن للثروة الحيوانية أشكال عديدة، منها الثروة الحيوانية البرية والتي تتضمن المواشي والأغنام والنحل، وعلمنا بأهمية تلك الثروة في حياتنا. والآن سنتحدث على شكل آخر من أشكال الثروة الحيوانية، وهي الثروة الحيوانية البحرية. فالبحر يتضمن العديد من الكائنات الحية التي تمثل موارد بيئية، وبالتالي تشكل ثروة حيوانية بحرية نستفيد منها في جميع شؤون حياتنا، حيث نستفيد منها في غذائنا. فنحن نعلم جميعا بأن السمك يعد ثروة حيوانية يمدنا باللحوم، ولحوم الأسماك ذات قيمة وفائدة غذائية كبيرة. كذلك من السمك يتم إنتاج البيض الذي يعد كذلك ذو قيمة وفائدة غذائية كبيرة. كذلك يتم تعليب لحوم تلك الأسماك ويسطر إلى الخارج كتونة. وكذلك أعزائي الطلاب، توجد كائنات حية أخرى في البحار مثل الرخويات، وهذه الرخويات مثل الجمبري. وكذلك يوجد أعزائي الطلاب العديد من الكائنات الحية التي تزودنا باللؤلؤ الذي نستخدمه كزينة. وللتعرف أعزائي الطلاب على تلك الثروة تابعونا. تعد الأسماك أعزائي الطلاب من أهم موارد الثروة الحيوانية البحرية لما لها من أهمية غذائية، حيث تعد لحوم الأسماك من أفضل أنواع اللحوم من حيث قيمتها الغذائية، فهي تحتوي على مواد بروتينية وفيتامينات وأملاح معدنية وغيرها. كذلك بالإضافة إلى لحوم الأسماك، هنالك بيوض الأسماك تعد ذات قيمة غذائية عالية. كذلك هنالك أنواع عديدة من الأسماك يصعب على الإنسان أحيانا حصر أنواعها، وهنالك أنواع من الأسماك يتم تعليبها لتباع للمستهلك المحلي، ويتم تصديرها إلى الخارج في الأسواق المحلية مثل التونة والساردين وغيرها. وبعض الأسماك الصغيرة تجفف وتباع مثل الوزف، بالإضافة إلى الأسماك التي تعد من أهم موارد الثروة الحيوانية البحرية، هنالك بعض أنواع القشريات مثل الجمبري. ولحوم الجمبري تعد غنية جدا بمصادر الطاقة، وكذلك بعض أنواع الرخويات التي تقوم بإفراز حبات اللؤلؤ. ونحن نعلم جميعا أهمية اللؤلؤ الذي يدخل في صناعة الحلي والزينة، لذا يجب علينا جميعا أن نحافظ على هذه الموارد الطبيعية لأنها تشكل ثروة طبيعية، فيجب إيجاد الوسائل لتنمية هذه الثروة والحفاظ عليها. أعزائي الطلاب، تحدثنا في حلقة اليوم على الثروة الحيوانية، وتحدثنا عن الصفات الشكلية لمواشي إنتاج الألبان، وتحدثنا كذلك على أشكال الثروة الحيوانية، وعلمنا أن هنالك أشكال عديدة للثروة الحيوانية، منها ثروة حيوانية برية تتمثل في الأبقار والأغنام والنحل، وثروة حيوانية بحرية تتمثل في الأسماك والكائنات البحرية الأخرى. وعلمنا بأن الثروة الحيوانية لها أهمية كبيرة جدا في جميع شؤون حياة الإنسان، حيث يستفيد منها في غذائه وفي لباسه وفي دوائه. وبهذا القدر نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، وقبل أن نختتمها نبقى مع الأسئلة الخاصة بها، فكونوا معنا. السؤال الأول، ما أهمية الثروة الحيوانية في حياتنا؟ السؤال الثاني، اذكر ثلاثة أشكال من الثروة الحيوانية في بلادنا. السؤال الثالث، أكمل الفراغات للعبارات التالية: ألف، من الصفات الشكلية لمواشي إنتاج الألبان فراغ
وفراغ وفراغ وفراغ. باء تربية النحل في تجاويف من الفخار أو الطين أو الخشب يؤدي إلى زيادة فراغ. جيم من العوامل الأساسية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية في بلادنا هي فراغ وفراغ. أعزائي الطلاب، في نهاية حلقة اليوم لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والاستماع.